والفخم جدا حمزة الغاز. وحمزة مالك عاجق حالك بالورق؟ بس مش عارف اتذكرت ايام التوجيهي. لا مش مشكله, هو الورق كتير, بس خلينا احنا خلينا نركز مع بعض. حلقتكم الجديده من تشويش واضح عن شو راح تحكي؟ والله شوف الحلقه الاسبوع هذا, تعرف انه امبارح صورناها وناسي شو صورنا. طب منيح. لا هو راح يكون يعني مشكله في اشي عن مطار الملكة عليا. جميل. تعرف التصريح لما سالوا النائب سأل الحكومة إنه شو سر مطار الملكة عليا؟ قال له هي أسرار دولة. صحيح. فعملنا عليها إشي. حلو. هذا بيطلع فيلم تشويقي. هاي أسرار المطار. حلو. وراح يكون عندنا سعادة النائب ينال فريحات. جميل جداً. بمقابلة هذا المايك قصة. أنت صارلك زمان. أنا صراحة بقى خلص يعني بالنسبة لي بعرفش أقدم الحلقة إذا كنت واقف عم بمشي عشان. بدي أتوزن بعد الحلقة هيك. هو اسمع ومنيح هذا بفيدك. أنت نحفان شوي. نحفان وقية. نحفان حركة 10 كيلو ولا شو صاير بعد؟ كنت منيح. والله شوف الحمد لله رب العالمين على نعمة الأكل. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على نعمة الطول. يا رب. والحمد لله انه مرتي بتحبني. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله دائما سيدي حط الحق عليها على طول. طب سيدي انا بدي اسالك سؤال. بالنسبه لتصريحات الحكومه وانت متابع لها بحكم عملك في تشويش واضح والفريق اللي انتم كل اسبوع فعليا بتنقلوا كل الاخبار السياسيه عشان تطلعوا بمحتوى جديد, برايك لو كان في عندنا بدنا نستحدث وزاره جديده في المملكه الاردنيه الهاشميه, برايك هاي الوزاره شو يكون اسمها وشو عنوانها وعن شو بتحكي؟ انا فكرت بالموضوع. طلع ببالي وزارتين صراحة. أعطيني الأولى. وزارة الإحساس. الإحساس يعني feelings. يا عيني عليك. أيوة. يعني أنا مثلا أنا أعتبرني وزير الإحساس. حلو. أنت شو مواطن؟ أنا مواطن. شو أيوة شو تكون معاملتي؟ خش علي. شو معاملتي؟ كيفك يا مواطن؟ أهلين. أنا بدي أفوت ولا أنت بدك؟ لا أنا وزير. أنا وزير الإحساس. أنا فوت عليك. أنت فوت علي. كيفك يا مواطن؟ عطوفتك كيفك شو أخبارك؟ أهلا. عطوفتك بس أنا بعتوني عليك عندي معاملة مطعم وقالوا لازم أوصل لوزارة الإحساس, ما فهمتش ليش. أنت فاتح مطعم؟ ليه؟ بدي أشتغل. أنت مش ملاقي شغل؟ لا يعني بدي أستثمر. مستثمر؟ ها. شو إحساسك وأنت مستثمر؟ أنا حرف عليك قضية. إذا بضل يحكي معي بهاي الطريقة. وهيك هيك تكون أحاسيس. طب اسمع, أنا في عندي وزارة ممكن نعملها. أوكي. أنا بحس صراحة إنه إحنا كل يعني شو أكيد أقولها هاي الطريقة. اسمع. اكتب. اسمع لا أنا عارفها. بحس مرات إنه إحنا دائما في عندنا بنحكي شيء قدام الكاميرا وقدام العالم وفي السر شيء تاني. يعني مثلا ممكن أنا في العالم أقول لك إحنا ضد الواسطات ضد المحسوبيات والله يا اخوك بتعرف حدا عندي سياره مشطوبه من 32 بدي ارخصها. فانا بقول وزاره الكواليس. لا انا بدي, لا انا بدي اسميها وزاره الواسطات بشكل واضح. طبعا. انت بتيجي وزاره الواسطات والجرأة. طبعا انت كحمز الغزو بتقول لي مين معارفك؟ والله ابن خالي شغال في كذا, ابن عمي شغال في كذا, الي قريبي شغال في كذا, صاحبي الدرج بالدرج من ايام مدرسه شغال في وزاره الصناعه والتجاره مثلا. انت بتحط واسطاتك, باجي انا بحط واسطات. انا عندي واسطه بالترخيص. انت عندك واسطه بوزاره الصناعه والتجاره, نتبادل الواسطات. بالضبط بالضبط. طب اسمع, بتعرف هاي شو بدها؟ ايش بدها؟ لا بدها كشك قهوه. اللي قدام الهاي طبعا قدام الوزارتين ولا عرفت؟ مشان هذا انت مستثمر. قبل شوي كنت انا قبل كنت عامل حالي مستثمر. عرفت؟ اوعى تحكي انت. اوعى تحكي, اوعى تمزح معي انه معي مصاري. بس ما بحط علي ضريبه. لا ما فيش مصاري. اسمع يا اخوان, خلينا نحط النقط على الحروف. كل ما اراجع الضريبه بيطلع عندي شركه سياحه وحج عمره. بس بدي وانا قلت له عسيرة الضريبه. وانا بقول كمل. وانا امي عرفت الموضوع صارت تقول لي يا ما عندك شركه حج عمره بدكش تطلعني وهات اخلص. المكلف رقم. رقمي انا طبعا. تم قبول اقراركم الضريبي لسنه 2020 ورصيدكم الحالي ماينس 70. حلو ما شاء الله. طب يلا خلص برا. عرفت؟ برا الاستوديو. برا يلا برا عشان تعرفوا. ماينس 70. طب احكي لنا هذا النجاح لمين بتهديه؟ بهديه لشركة المحاسبة اللي ماسك الشركة. لأنه تعبوا معانا كثير. وبهديه لمرتي لأنها تعاملت معي بآخر 3 شهور بالمصاريف. طبعا. وبهديه لسيارتي إنها ما خربت. حلو. لأنه السيارة بتخرب كل ما يصير معك 100 كل ما زيادة. تدفر. كل ما أنا كل ما أطفر تخرب. لا أنا بصير معي 100 ليرة زيادة هوب طفت. والله أنا فخمة. عرفت؟ أنا السيارة اللي عندي كل ما أطفر تخرب. يعني كل ما تطفر بتخرب. أنا بصف على اليمين وبصفن. كل ما تطفر يعني كل شهر يعني هيك. لا غلطان أنت. كل 5 سنين مرة. صيت غيري ولا صيت فقر يا عمي. أنا صراحة تغلبت كتير باليخت آخر فترة, عادش أنا أصفه. شوف اليخت الباليه صعب. الأحسن أنك تتعلم عليه لما تصفه ريفيرس.
عرفت؟ لانه انت وانت راجع الفيرس اي واحد فاليه يفوت صح صح صح. ما راح ينتبه لك صح، لا واضح عندك خبره. لانه انت جاي بوز وبتلعب جولف. الحمد لله حلو الحمد لله. كل قديش؟ كل فتره يعني. طب نرجع لوزارتنا، وزاره الجولف، بما انه لكل وزاره لها اسم وبتعمل شغلها، فبنعمل وزاره ما لهاش دخل في شيء وما تشتغلش اصلا. وزاره الجولف هاي ممكن تكون يعني زي التجمع لجميع الوزارات، بس اللي بيلعبوا جولف انا بحسهم مهمين. عرفت؟ انا بحس اللي بيلعبوا جولف معهم فلوس. مو هسه كل وزير معتبر مهم. اعطيني اي فيلم مصري ما كان رجل الاعمال بلعب جولف لما يجي عليه، او حتى الافلام الاجنبيه. النادي، رحت النادي بكون. النادي صحيح، رحت النادي. بعدين حلو انك تلم الناس المهمين، يعني هو يعني عشان الواحد معاه مصاري فوق 10 مليون يعني ممنوع يكون يمارس هواياته؟ مش شرط صراحه، بس شوف هسه خطر ببالي شغله على وزاره الجولف. اعطيني. ممكن انت تفتح وزاره الضرب. ايش هاي؟ عرفت؟ مش الضرب العمليه الحسابيه، الضرب الخبط. الخبط ليه؟ تمام، لانه هو بضرب بالجولف صح. مش دائما. فانت بدك وزير متمرس. هاي مش هاي، بدك تراجع وزاره الاحساس عشان يوافقوا لك. يا عيني عليك لاني ما حسيتها هاي. سبقني واشتاق. اسمع، في عندك وزاره السعاده الاماراتيه كثير سمعنا عنها، بس اظن تنفعش عنا. هاي مستحيل تنفع عنا. وفي وزاره لا مستحيل برضه بالامارات برضه. ايوه شوف هسه وزارة الله مستحيل ممكن تزبط عنا. حلو. عرفت؟ لأنه أنت لسه بتصحى من النوم وبتروح بتعيش يومك طبيعي. صح، ولساتك متفائل. ولساتك متفائل. أيوة معهم بسمعونا، هاي بسمعونا. فلا مستحيل موجود عنا. وتحية لكل واحد عم بسمعنا من قلب الأزمة ولسه ما طفى سيارته ونزل يخبط عليها في نص بالزبط. الشارع. بالضبط هسه فإنسان وزارة السعادة. طب إدارة الخدمات الاستباقية، السعي دوما لتوفير الخدمات قبل الطلب. أوه. شو رأيك؟ يعني أنت مثلا تبلش تفكر بالأشياء بشكل استباقي قبل ما تصير. يعني هيك هي الوزارة بتقول مثلا يا الله هاي المنطقة ممكن يصير فيها منتجع مثلا. هيك يعني مش هيك. مش هيك؟ ما أنت اللي استباقية. ملوش دخل. استباقية. ما هي استباقية مين يا زلمة؟ منتجع منين بدك تعمل منتجع؟ هي وين؟ هي مش استباقية؟ لا استباقية في المشاكل مثلا. احنا بعد مثلا المشاكل. بعد أربع سنين راح يزيد عدد الطلاب الخريجين من الجامعات، فهذا راح يزيد البطالة، فنبلش ناس نفكر في المشكلة نحلها قبل ما تصير. اوكي هسا احنا بنفكر بالمشكلة حاليا. طب خذ لي هاي، خذ لي بس هاي. فيش حل. مثلا انت بتعرف انه اللي بيقطع اشارة حمراء بتخالف. اوكي وانا كمان ما تنسحب رخصته. تمام. اقول لك ما ينسحب نفسه وينحط في النظارة، لانه صح. هاي يعني قتل. خطيرة. بس الناس اللي بتعمل سلوكيات ايجابية ما حدش بكافئها، يعني اللي بحياته ما قطع حمراء ما حدش بيقول له شكرا نزلنا لك من الترخيص 100 مثلا. شوف مو هسا انت يعني انت من لما واحنا صغار احنا تربينا على شو؟ اللي بيعمل واجبه صحيح عادي، يعني مش ما بتتكافئ اصلا. صح معك معك حق، بس هاي في شيء اسمه مثلا وزاره المكافآت السلوكيه. جد يعني اذا انت مثلا ما بتعملش حادث طول السنه، بدل ما احنا بنشكرك بنحكي لك شكرا. شوف بتعرف انها موجوده عندي انا اماني، انا قررت افتحها بكره الساعه 12:30 عبدلي. طب شبه موجوده ترى. موجوده. وين هاي؟ انت هسه لما ما تتخالف طول السنه بخصموا لك من التامين. لا قصدي تكون مكافأة واضحة. بدك كاش انت بالسيارات بالكاش. انت بدك كاش. اخصم من الترخيص مش من التأمين. اوكي فهمت عليك. هاي والله هاي بدها بدجت. التأمين لانه التأمين بدها بدجت. التأمين لانه بخصه، بس ما هو التأمين كمان اذا بتعمل حادث بيدمرك. صح. بصير يعني بيأذيك نفسيا. يعني فتحت لك روكه بتخليك تفتح الكاميرا يعني غصب عنك. يعني بتفوت هيك انت بتفوت على هاي انك عامل حادث يا حمزة. والله صارت معي. عامل حادث يا حمزة؟ والله صارت معي هاي هيك. عامل والله اطلع فيه من فوق لتحت قسما بالله. هيك شو؟ اني خفت منه. شو حادث؟ ليش؟ بقول له شو قديه؟ شو بقول له قديه؟ بقول له قديه كلف؟ قلت له يعني انتو التأمين انتو اللي صرفتوا يعني. انا ضد الغير يعني. شو الحد عليك كمان؟ والله شو؟ تمام؟ توقعت ابوي يطلع من وراك. يكون الحج مبلغه. اسمع في عندك كمان هون اكتشاف المهارات. وزارة اكتشاف المهارات. امبارح شفت الفيديو اللي منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. أيوة. على شاب اردني بال 89 كان عامل مجموعة من الاختراعات الذكية جدا. وكان واحد كاتب تعليق والله ما بتذكر فيديو وين كان نازل، بيقول هذا الشاب وهاي الافكار وين هلا؟ يعني قديش عندنا ناس مبدعة. هسا انا وياك 2011 كنا مبدعين.
يعني هلا احنا بنشتغل بالفن خلص فاهمين القصه فهمنا الطابق كامل المشروع بتقدم المشروع بتسويه الحمد لله في ثلاثيناتنا بدنا نشتغل نصرف حالنا وكذا والواحد عنده وجع مفاصل وعمليه في الركبه جيالنا بيغسلوا كلى عادي بالضبط بس هلا مثلا قديش في مواهب كمان فتره راح تضيع لانه حد يهتم فيها صح يعني ولما نعمل وزاره المواهب شوف وزاره المواهب عندنا بالاردن ما بتزبط ليه صراحه ما عندناش مواهب لا عندنا مواهب بس وزاره المواهب اللي ما بتزبط بس المواهب موجوده وزاره الماليه في مال بس مش ظابط فاهم يعني هسه ليش تمام ليش احنا قيس علينا احنا هسه اقول انت بجوز انت الك بالفيلد ريليتد لعبتي تمام لعبتي هسه احنا جماعه اي تي بس اكتشفنا انه في عندنا موهبه حلو انا لا يا سيدي اعتبرني لا اعتبر نفسي موهوب حسنا تمام حعتبر. الناس بيشوفوني بيقولوا والله هذا موهوب صحيح بس اللي بيطلعوا تمام انت هسه راح تعرف عن شو بحكي يلا طلعنا احنا ب 2011 هاي يا الله هذا بكيت المحارم اوه انها محرمه صحيح فاهم وشو يعني هذا بيطلع لك اول واحد بعدين صوته عالي السلبي صوته عالي طبعا شو يعني طب شو يعني انا محرمة وطلعتها بطريقة بتضحك طيب جماعة الخير لازم نروح فاصل لازم نروح فاصل نرجع بنكمل معاكم حلقتنا مع الفنان حمزة الغزو بعد ما نسمع اغنية على زوج عمار زهران وبعدها نرجع معاكم او على زوجي عادي طبعا مطب اذاعي